جلسة الخميس آخر جلسات الأسبوع، واستقرت المؤشرات في يوم الخميس بالكامل في المنطقة الحمراء، وده بسبب مبيعات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية والأجانب اللي بقالهم فترة بينتهجوا سياسة بيعية وما بيعملوش المراكز الشرائية إلا في أسهم منطقة. بالنسبة للمؤشرات الفرعية فأدائها أكثر جودة وأكثر ارتفاعا. المؤشرات الفرعية بسبب مشاريع المستثمرين الأفراد والعرب بتعمل طفرات سعرية عالية جدا. في المؤشر السبعيني وصل في خلال الأسبوع إلى 2023 نقطة، وده أعلى مستوى وصل له المؤشر من وقت التدشين. بالنسبة لأداء الجلسة اليوم في يوم الخميس، عندنا انخفاض مؤشر رئيس البورصة ب 82 من 100% وتقدر ب 90 نقطة، يصل ل 10900 نقطة. المؤشر 70 برضو متجه إلى انخفاض لجني الأرباح، والمؤشر 100 برضو عامل نفس الاتجاه. قيمة التداولات خلال اليوم ما بتقلش عن المليار و300 مليون. في صفقات بتتم بنظام متعاملين رئيسيين وبنظام الصفقات الكبيرة، وده بيؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع التنفيذ الإجمالي خلال الجلسة لأكثر من 2 مليار جنيه. طبعا في احنا في انتظار انعقاد لجنه سياسات البنك المركزي لتحديد اسعار الفايده، اللي انا بتوقع ان هيبقى فيه نوع من التثبيت، على الرغم من ان البنك المصري والبنك الاهلي لغوا شهاده، يعني اوقفوا اصدار شهاده ابن مصر، وفي ناس بتتوقع ان هو يتم تخفيض اسعار الفايده، لكن انا مع الراي اللي بيميل الى التثبيت. وفي انتظار كمان لجنه تسعير الطاقه، اللي بنتوقع في الفتره القادمه تخفيض اسعار الغاز بالنسبه للمصانع كثيفه الاستخدام، وده انعكس على العديد من القطاعات المتواجده في البورصه، وخاصه القطاعات الصناعيه اللي ليها اسهم بتتداول داخل المؤشرات. متوقع في الاسبوع القادم بعد جني الارباح اللي تم في جلسه نهايه الاسبوع ان تعاود المؤشرات التواجد في المنطقه الخضراء، وده بدعم من يعني اهتمام المتعاملين الافراد بتكوين مراكز شرائيه، واهتمام المتعاملين العرب بانتقاء العديد من الاسهم المتواجده في قطاع العقارات وفي القطاعات الاخرى، وكمان في انتظار ضخ اموال جديده بعد انتهاء فتره الشراء الاختياري لسهم النيل لحريق الاقطان، اللي هيعاد توزيعها مره اخرى في العديد من المؤشرات والعديد من القطاعات وليس قطاع الغاز والنسيج فقط.